الله يلاك سام. كيف احنا متوقعين الرابحين ان شاء الله، راك تعرف النادي عارق، ما ادريش نقول لك نخسروا كاع. احنا من الحمري وحكمنا افريقيا. وفاكاش قبل ما يطيح الباش. غراس غراس جوج سمطات نهار لا كلاس نجيبوا البطوله والكاس ان شاء الله. وتحياتي لكم. الله نربحوا بجوج لواحد. وريسبكت وتحياتي لكم. الله يحفظكم وفيفا فاسا، تحياتي فاسا، ريسبكت لكم بزاف وتحياتي كاع لهاد المغرب. وفيفا بركان. كازا وغدا راهم جايين ناس. ديما بركان ديما بركان. دو زيرو صالح نهضر البركانيه وديما بركان. حنايا الاول العربي الناجي الزوج شادراك موزونغو دو زيرو غادي نتكاليفيو ان شاء الله ونلعبوا الفينال. نعم؟ حنايا غادي نلعبوا مع الفتح. باش نخلفوا لهم اللعيبه ديال 2014 فاش داو لنا كاس العرس. ويلا كانت الوداد نضربوها حتى هي ما كانش ما السوبر. الله يرحم الوالدين وتحياتي. وديما بركان، حنا راه جينا نشجعوا نهضر البركاني، جينا من بركان وان شاء الله طامحين باش نحققوا الاهم تاعنا هو نتاهلوا لافينال وان شاء الله نجيبوا لافينال. توقع ديالك بالنسبه للنتيجه شحال؟ 2-0 ان شاء الله. تحياتي لكم وديما بركان. نشجع دابا بالرجل وبالرشيد. بالرجل بركان دات الالقاب، برش ما دير حتى حاجه، بركان دات ديك الكاس ياك اخوت. انا نشجع بالرشيد، عرفتي علاش ما دير حتى القاب هذا العام كنت لعبها الطيوح بالرجل. هادو انت باش تشجع اخوت. انا ما نشجع حتى واحد حنا كنشجع المغرب الفاسي. فقنا العام الجاي باغي نشجعوه سولوماس. عطيت فيها حنا حتى واحد. بالنسبه للمغرب الفاسي هو فريق عريق. طبيعه الحال هذه كلشي بشهاده الجامعه. واش ما خلاش بلاصته في مثل هذه المناسبه؟ هو السؤال داك السؤال اللي ماشي فاسي ولا يقول لك واش الماس ما خلاتش بلاصه. اما حنا راه الماس راه مشينا معاها فين ما كانت السراء والضراء. السؤال داك السؤال اللي ماشي ولد فاسي يقول لك واش الماس ما خلاتش بلاصه بريمير سير. وهذا العام العام الجاي ان شاء الله يكون خير. هذا العام بغينا نلعبوا على الالقاب ديال الخارج المغرب. ساعه ما كتبت ان شاء الله العام الجاي واخا درت انا لفه المره الجايه ان شاء الله العام الجاي. اخويا حنا جينا اخويا نشوف غير الكره وصافي. حنا المهم جينا نتفرجوا الكره وصافي. حنا راه نشجع المغرب الفاسي هذه شحال، حنا ما كرهناش تكون دابا في هذه اللحظه، ولكن بعدنا ما نديرو ديال الكره. بالنسبه لك انت؟ بالنسبه ليا انايا المهم طالع غير نتفرج الكره. ما شجعت فريق لا نهضة بركان لا طالع نتفرج، ممكن ما يدا الصاد الحراره طالعين نتفرجوا. ما باش نشجع شي فريق من غير المغرب اللي يدير فيها راه موحال. ما بقاش فيك الحال باش تقصر. هو الصراحه ما بقى فينا الحال واكثر ما كرهناش حنا. وكون دابا صراحه وصلنا لهذا النصف ان شاء الله غنوصلوا فين حنا نديوها، ولكن نتمناو ان شاء الله ليسال وليد ديال ان شاء الله ان شاء الله. هذه الكره هذه الكره. بسم الله الرحمن الرحيم. كما كتشوف حنايا جينا من بركان مديبلاسي لفاس مع الجو تاع الحراره وكذا معليش، ولكن كانت الظروف جيده. جينا هنا مدينه فاس، استقبلونا الناس تاع فاس الحمد لله. وكما كنقولوا المباراه غادي تكون ان شاء الله بركان غادي تربح شي 3-0. ربح بركان شي 3-0 وبغينا كما نقولوا الفينال، بغينا نتلاقاو مع الفتح. بغينا نتلاقاو مع السبب. حنا السوبر عندنا مع الوداد والفتح، بغينا نردوا اللقب اللي داتوا لنا ذاك العام هذا، بغينا نردوا الاعتبار ديالها. وشكرا. توقع المباراه ان شاء الله، توقع المباراه ان شاء الله 3-0 مربوحه ان شاء الله. النهضه الرياضيه البركانيه وان شاء الله نتلاقاو كما اما الوداد اما الفتح، ما عندناش مشكل ان شاء الله. عازمين نديو ثلاثه نتاع الالقاب هذا العام باش ما بغاوها وراكم تما. تبارك الله عليك. افريقيا ولا بلاد؟ لا به 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 ثلاثة ان شاء الله. وكل خير ان شاء الله وتبارك الله عليك. تقابل داس لا راني قلت لك الوداد كي الفتح، حنا ما عندناش مشكل. حنا كي الوداد كي الفتح، حنا رابحين ان شاء الله باذن الله. ماشي ان شاء الله. وهذا تتوقع يكون نجم المقابلة؟ نجم المقابلة نقدروا نقولوا شادراك ولا الفحلي ان شاء الله. تبارك الله عليكم وشكرا لله. تاعنا اول حاجه احنا جينا من بركان على الاساس غادي نشجعوا الفرقه تاعنا. زيرو شغب المغرب كامل كيعرف بلي الجمهور تاعنا في بركان زيرو شغب. فيما مشينا الحمد لله كلشي كيعرفنا وجينا نفوتوا المقابله في واحد الروح رياضيه واللي ربح هذيك هي
وان شاء الله الكاس بركانيه الربح ان شاء الله 2-0. ليش جل ان شاء الله الفحلي وشي وحده تاع دايو بالراس ان شاء الله وديما بركان اخويا. السلام عليكم، نتمنوا الفوز تاع التبركه اليوم على يوسفيه برشيد، وان شاء الله الكاس العرش نتاعنا وكاس سوبر وكشات العام تاعنا ان شاء الله وديما بركان. جينا بركان ان شاء الله وعازمنا على اننا نتأهلوا للنهائي. جينا هذا النهار من بركان، جينا هنا لمدينة فاس وان شاء الله عازمين على اننا نوصلوا للنهائي ونتفوق على فريق يوسفية برشيط ونوصلوا ان شاء الله للنهائي ونكون هذا هو اللقب ان شاء الله الثالث ديالنا هذا العام بعد السوبر اللي عندنا ان شاء الله مع الوداد. وكنتمناو اننا نواجهوا فريق الفتح الرباطي لحقاش كما قالوا الدراري حنا عندنا ديجا معاهم واحد بحال مثلا كنقولوا عقده ماشي عقده، عندنا معاهم واحد عندنا كريدي في 2018 خصنا نخلصوا ضروري باش ما كان هذا العام ان شاء الله. ونتمنى نتلاقاو معاهم وشكرا لكم بزاف. كيعطيتوا الاجواء هنا في فاس؟ لا كان كلشي بخير الحمد لله، والدراري ديال فاس كلشي رحبوا بينا وشكرا لهم بزاف وان شاء الله يمكن في الفينال فيها فاس عاوتاني ان شاء الله. سابا كنهنئوا المنتخب الوطني النسوي اللي تفوقوا البارح ووصلوا للنهائي ديال كاس افريقيا السيدات ووصلوا لكأس العالم. وهنا كنلاحظوا أننا الكرة المغربية تطورت بجميع الفئات ديالها، كي كرة اليد كذلك اللي تأهلوا كأس العالم، ولا الفوتسال اللي ولينا التاسعين على مستوى العالم. هذا التفوق للتطور اللي ولات عليه الكرة المغربية، وكنتمناو ثاني إن شاء الله نديو كأس إفريقيا المنتخب النسوي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.